القانون الانتخابي في الأردن ساهم في استقطاب أطياف من المعارضة، لعل أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، والذي لا زال يبدي تحفظا على العملية الانتخابية. الإجراءات التي رافقت أو تبعت قانون الانتخابات النيابية، إجراءات ما يسمى بضمانات النزاهة في الانتخابات، كانت تبعث على الارتياح، لكن بصراحة حتى اللحظة يوجد لدينا تخوفات وهواجس من أن يكون هنالك ثم التلاعب بإرادة الناخبين. مخاوف الحزب من التلاعب بالانتخابات لم تمنعه من المشاركة لأسباب باتت ضرورية في ظل التغيرات في المنطقة، بحسب مركز القدس للدراسات السياسية. الإخوان المسلمين أو حزب جبهة العمل الإسلامي لهم مصلحة خاصة هذه المرة في المشاركة بالانتخابات، هم بحاجة لتجديد الشرعية البرلمانية لهم والقول بأنهم لا زالوا بتمتعوا بالشرعية الشعبية، أيضا هم بحاجة لقنوات تواصل مع مؤسسات صنع القرار في الدولة الأردنية. لكن مشاركة غالبية الأطياف السياسية لا تعني بالضرورة أن القانون الجديد هو الأمثل. يعني عندما تصمم قانون لا يأتي إلا بنواب الحارات والعمائل والعشائر والعائلات الكبيرة، فماذا تتوقع من هذا البرلمان؟ حركة اليسار الاجتماعي من بين أبرز المقاطعين للانتخابات، رغم أن سمة المقاطعة ليست طاغية من حيث التمثيل الحزبي. إحنا أحد أسباب مقاطعتنا للانتخابات هو معرفتنا السابقة بأنه سيكون هناك تزوير في النتائج، لكن بالمجمل العام الشعب كله يعزف عن الانتخابات. أنا لا أتصور أنه التصويت يكون أكثر من 20%. نسبة المشاركة إذن رهان كبير في هذه الانتخابات، وسط عزوف بعض الشباب ممن لا يرون تمثيلا حقيقيا لفئتهم في المجلس، أو لأنهم فقدوا الثقة بالنواب وبدورهم كسلطة تشريعية.